وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور جاسم حاجي، المستشار التنفيذي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي. مساء الخير دكتور، وأهلا بك في نشرة الثالثة. كيف تقرأ نجاح مملكة البحرين في تعزيز مكانتها دوليا على صعيد تقدم تكنولوجيا المعلومات؟ مساء النور. طبعا هاي السنة الخامسة اللي تشارك البحرين في مؤتمرات دولية وعالمية في التقنيات، وحضور مميز من مدراء تنفيذيين في التقنيات من قطاع العام والخاص. طبعا في إشادة واسعة في المنطقة، وفي الرحلة كانت في أذربيجان منطقة باكو، بحضور أكثر من 220 مدير تنفيذي من جميع أنحاء العالم، والإشادة كانت بالتطورات السريعة في البحرين وبالذات في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات مع خطوات الجادة في القطاعين. وأيضا نذكر أن التحديات المماثلة في أمن السبراني وعلوم البيانات قدرنا نحصد عن طريق تنوع في الذكاء الاصطناعي. نعم. والتعلم العميق اللي اليوم شات جي بي تي وغيرهم قاعدين يستخدمونهم، واحنا قدرنا من خلال المشاركه ومن افكار المطروحه من قبل المدراء التنفيذيين. نعم دكتور جاسم، هذا التكريم لعدد من الرؤساء التنفيذيين في هذا المؤتمر هو دليل على اهتمام البحرين بتطوير العنصر البشري في مجال تقنيه المعلومات. ما هي الخطط المستقبليه في هذا المجال؟ طبعا نتكلم عن مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي والدعم المستمر من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والمؤسسات التابعة لها، ان قدرنا خلال هالسنتين منذ انشاء المركز تطوير حلول جذرية في الذكاء الاصطناعي لاكثر من 35 مؤسسة واكثر من 65 مشروع. وقاعدين نتابع في هالمشاريع ان في خطط استراتيجيه من شركات النفط والغاز والماليه وايضا قطاع العام بشكل واسع وقطاعات امنيه مثل وزاره الداخليه، ان يطرحون حلول مع اصحاب الخبره وعن طريق علماء البيانات والذكاء الاصطناعي في مركز سمو الشيخ ناصر من خريجين وخريجات جامعات اهليه، ان يطورون الحلول حيث يكون لهم تكلفة أقل وإزدياد في الإنتاجية. وطبعا لا ننسى دور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في رعايته عدة مؤتمرات بالتكريم رؤساء تنفيذيين ومدراء تنفيذيين في الذكاء الاصطناعي، وكانت أعتقد النتيجة النهائية الحضور البحريني المميز في باكو عاصمة أذربيجان. وإن شاء الله المؤتمر القادم في جنوب أفريقيا أيضا نكون دور مميز وحاضر للمدراء البحرينيين في تقنيات المعلومات. نعم بإذن الله. الدكتور جاسم حاجي، المستشار التنفيذي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا لك.